السلام عليكم. وعليكم السلام. واش نتوما لا فامي ديال البنت اللي دارت اكسيدون؟ انا ما طرات لها شي حاجه. ما تخافي والو على الله، غير سهد لي، غير هو ضروري خصنا نديرو ليها لا غاديو وجميع الفحوصات باش الا بانت شي حاجه دابا ما تطورش مع الوقت. ياك المهم طرا لها والو؟ كاين والو بس ما تخافش سيدي. شكرا بارك الله. امين. واش انت عايشه اختي؟ ما تبقيش تبكي، الحمد لله. واش حنا مسخوطه؟ ترتاحي هي ان شاء الله تخرج سالمه غنوع على جديد. يا ربي يا ربي لك الحمد يا ربي. اختي جلسي ارتاحي، جلسي صافي عايشه بصحه وكل ان شاء الله غيكون على خير حبيبتي وغتمشي معنا سالمه. الحمد لله والشكر. الو الو وي منى صافا؟ صباح النور صافا؟ صافا الحمد لله بخير. المهم بغيت نقول لك واحد القضيه صعيبه المراه تقولها، سمح لي نبداك بحال هكا ولكن خاصني نقولها لك. هادشي اللي كندير فيه ماشي سهل. شنو ما فهمتش؟ شنو ما فهمتيش؟ المهم انا غنفسر لك، ماشي مشكل. ادريس ناس كنفكر فيك، وفقت كنفكر فيك، قلت مع راسي علاش ما نعيط لكش ونسمع صوتك. انا بزاف عليا هاد الهضره هادي واقيلا. هذاك الشيء شغلك ماشي شغلي انت تعرف، انا داك الشيء اللي حسيت به قلت وصافي ما عجبني الحال. تقدري تعاودي لي هادشي اللي في قلبك على لسانك؟ قلت مع راسي منى خاصك تعيطي لدريس وتبداي نهارك كنتي سامعة صوته وهضرة معاه، هادي هي أحسن حاجة جو بونس. لا سعداتي. إيوا كيفاش إيوا؟ المهم هذاك الشيء اللي حسيت به أنا درته وعجبني الحال وعجبني راسي، نحس براسي مزيانة. ولا لا أنا لا راه بصح سعداتي أنا. خلينا ماشي ديال سعداتي، خاصني نقول لك ولا بد شي حاجه وعافاك نبغيك تفهمها مزيان مزيان. ادريس انا عارفه هادشي كله اللي كندير نورمالمون، انا كامراه ماشي مزيان، نورمالمون المراه خاصها تكون مثبته ومرزنه وتسنى الراجل هو اللي يعيط ليها. ونقول لك انا بلاتي عافاك نشوف لاجندا ديالي واش خاويه ولا عامره. لا 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 بالعكس، هادشي اللي كديري فيه راه في مصلحتك، حيت انا كتعجبني المراه اللي واضحه اللي في قلبها في لسانها، بنادم في هذا الوقت هو اللي عارف شنو باغي. داكوغ سيدي، الا بغيتي هادشي غنهضرو بلا زواق، لحقاش انا عارفه شنو بغيت. امري لالا هاني معاك. بغيت نتغدى انا وياك اليوم. يلا اختاري البلاصه اللي عجبتك. مرحبا، بعدا شنو كيعجبك تاكلي؟ لا انت اللي شنو كيعجبك تاكل، لحقاش العراضه اليوم كاينه في الدار عندي ماشي في غيستور. لا تعني نسولك علاش انت ساكنه بوحدك؟ لا سمح لي، لا انا كاريه واحد البيت مع الجيران قبل علينا عافاك. كتعجبني الانتيليجونس ديالك في الهضره. واخا دابا تصيفطي لي لوكاليزاسيون وقولي لي امتى الطاجين يكون موجود. ماشي دابا شكون اللي انتيليجون انا ولا انت؟ انت دومونديتي الطاجيني بالفن. اه كتاك واخا انا نصيفط لك لوكاليزاسيون سا مارش. واخا اتوت. الحمد لله على سلامتك بنيتي. زيدي بشويه بشويه. الله يسلمك اختي. زيدي مشينا نموتوا بالخلعه. اجي بنتي بشويه. انت
حتى زيد بنتي زيد هكاك زيد اجي بنتي جلسي وحطي رجليك هنا سيري كرسي زيد هوينا هوينا زيد هوينا اختك زيدي بابا كيعاونك والله يا ربي دور دور هكا شوي هكا زيلي المخدة زيلي المخدة بحال هكا هكا على سلامتك حبيبتي على سلامتك على سلامتك عزيزي امين عزيزي امين علاش كتقلبي يا بنيتي هو فين هو تليفوني هو حبيبتي هو عندي هو بنيتي راه تشخشخ كامل حبيبي انا تهرس كيفاش تهرس وراه انت كنتي غتهرسي بقى غير التليفون صافي دا الباس صافي صاحبتي غير تليفوني هذا كيتهرس ولا يمشي كاع يمشي كاع حيت ماشي ديالك بنتي الله يرضي عليك الحمد لله اللي بقيتي نامتي بصحتك داكشي اللي كاين عزيزي الحمد لله فين غاديه فين غاديه امشي صيب تليفون ولي كتمشي بهكا ما درتش واش حمقيتي ماما ضروري نصيب التليفون ممكنش نبقى بلي تليفون انا عندي فيه القرايه ضروري نصيبو دابا انت راك معذوره اش من قرايه عندك في التليفون دخلي سوق راسك انت ماشي سوقك ما كانت عيبه بنتي انا نصيب تليفوني واخا نعرف نمشي كنحبو ما فوقيش اري 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 مشي داك التليفون انا غنمشي نصيبو دابا نبدل الحوايج ونمشي ولا لا خدك الطيب صافي صافي ما حرامش عليك عمي الطيب من الصباح هو واقف على رجل واحدة في السبيطار مسكين ومصيفط يصوب لك التليفون ماشي سوخ قلت لك هذاك بابا ماشي باباك يا شوما يلا بنيتي خبشي فحالنا خليكم تغداو معنا قولي يا اختي والله ما نصيب خلي جواد بوحدو في المحل وعندي شلا كوموندات ما نقدرش نجلس وما كنثقش فيه على سلامت بنيتك حبيبتي الله يسلمك يلا ولا بنيتي يلا يلا اختك عليا اختي كما كنتي انت كورونا تالفه ما تقوليش هكاك حبيبتي راه هي بنيتي شوفي خرجي صدقه ضروري ما تديوش عليها راه باقا مع صباب الخلع ايوا حتي بيناتنا سيري حبيبتي تهلا لي في راسك يلا بسلامه حبيبتي سلمي على عزيز الله يسلمك سلامه اختي بسلام شوفي لك بنت الهم من الصباح حنا مقاتلين معاها ونتجاراو في الطبيب وقلبنا غادي يسكت عليها بالخلعه والخر يا اختي ملي تقعدت بغات تشتف علينا احشمت قدام امها ما كريشتها وصافي يا ماما راه ماشي معاك راه معايا انا داكشي بيني وبينها وراه غير حيت حشمت من خالتي عيشه اما نوريها الهضره شحال كتسوي ما خليها بلاتي تتقعد شويه بقى فيا مسكينها عزيزك الطيب يا حبيبي مسكين الصباح هو كيبكي القلب ديالو كان غادي يسكت مسكين كيبقى فيا مفشها بزاف ودير لها الخاطر اكثر من القياس صابه ماما كون كان عندي بابا بحالو كون كنبوس ليه رجليه الصباح والعشيه انا ماماك فيا باك فيا كلشي وعمرك ما بستي ليا لا راسي لا يدي لا رجلي انت راك ماما واختي وصاحبتي وكلشي ديري بحال فك الحزاره بحال امك راه خالتك ندى جات شدي انت باش جيب الطاكسي وجبي لي معاك واحد البلاطو ديال البيض ضروري سمعتي عندك تعطلي صافي ولا ماما راه ما تقدرش تهضر معاك راه مزروبه كوني هاني سلام سلام خالتي انت حبيبه صافا صافا الحمد لله لاباس عليك خالتي بغيت ندوي معاك شي حاجة شنو هضري؟ شي حاجة على أسماء أسماء مال أسماء صراحة دابا زربانة حتى العشية وندوي وصافي فوضى واش غتخلعيني بحال هكدا وتخليني شنو كاين؟ ما تخافيش ماشي شي حاجة خايبة غير حتى العشية وعيطي ليا واخا أنا نسالي الخدمة ونعيط لك سلام سيدريس عندي في الدار صافا صافا الحمد لله هذا جبتو لك ميرسي لا بواط ديالك سي تري جونتي وحتى هذا اش درتي راسك باش عرفتي اللي كيعجبني الشوكولات لا ما كانش كيعجبك خليها ليا هنا كل مره في المنزل ناخذ وحيده الا لا مبقيتيش بغيتيني نجي لهاد الدار خليه ليا في هاد البلاصه فاش تكون غادي نديه معايا لا انا ما قلتش هادشي ثاني داك صويك انا اللي جات عليا نورمال سكن انت كاع في الدار انا بقى نجي نطلع لك مره مره بعد غنتفضل خذ راحتك شنو بغيتي تشرب شي قهوه واخا بلا سكر هاد بلا سكر ديابيتيك زعما ولا عياقه عياقه لا كيعجبني لوغو ديال الكافي
اللونغ ديال الكافي سي با مال. خد راحتك بعد. بنيتي شربي هاد الكويس الحليب. ما بغيتش. عافاك عافاك راه ينفعك. ماما عطاني تليفونك عافاك. ما كنتي مع هاد التليفون، واش دابا وقت التليفون؟ هاكي شربي شربي راه فيه اللعب. ما بغيتوش. غير شي شويه الله يعطيك الصحة. قلت لك ما بغيتوش صافي. أسماء مالك ياك لاباس؟ لا لا الحمد لله أختي ربي لطف. شنو وقع أختي؟ كانت جاية من المدرسة مع الدوخة والمرض ما شافت واحد الطوموبيل وضرباتها. ويلي هادشي كامل اختي موقع بات، علاش ما عيطتوش ليا؟ راه عيطات لك حنان ولكن لقات تليفونك طافي، قلنا راك مشغولة ومنين شفنا ما طرابات ما بغيناش نخلعوك حتى تجي للدار. كتحسي براسك دابا شوية حبيبة؟ صعبة داروا لي شي راديو تقول لك باين عندي شي حاجة. إيوا الحمد لله. لا كاع عافاك عطيني تليفونك، تليفوني تهرس وبابا عاد مشى يصيبو. باغا تعيطي لشي حد؟ لا بغا تدخل فيسبوك وانستا. واش دابا وقت فيسبوك وانستا؟ عافاك عطي الراحة شوية لراسك. عافاك اسمع التليفون إلي بيرسونيل ما كيتسلفش. ندخل تحت القسم بالله ما لقيت والو، غندخل داكشي اللي باش نردو لك دغيا دغيا والله ما لقيت شي حاجة. وصافي قالت لك لا هي لا بلا ما تحرجيها. وانت مالك اصلا اش كتدخلي بيني وبينها تخلي سوق راسك ويلي كتخشي في وشي. ايه ايه واش بحال هكا كتهضري مع ماماك؟ صافي بلا قسم تعطيني والو. صافي صافي ما ترابس اختي. لا ماشي صافي اختي، اخر مره سمعك كتهضري معها بحال هكذا فهمتي؟ جاتك النفس على اختك؟ هذه قبل ما تكون اختي راها ماما، ونسمعك عاود كتهضري معها بحال هكا ونتفاهم معاك. بسالة وتسارة كي دايرة. نجاة اهلا كي دايرة؟ وفين هدى؟ لاباس هاي هاي الله توحشتك. انا توحشتك غبرتي حتى زيانيتي العفريته. حتى انت غير شويه وخلاص غير الماكياج. لا لا زيانيتي اش كتعاودي؟ ما فراسكش اختي انا ما بقيتش هنايا كاع هاجرت خوتي البلاد. اه لا لا وليت ساكنه في اسبانيا دابا. مزيان يا لالا والله الا تزوجتي. ولا لا تزوج قتلتيني بالضحك اختي. اش بغيت فشي جواج؟ غير انا بداري وبطونوبيلتي وقت ما قالها لي هذا الراس والله ما كنعرف فين كانش الطريق وكنمشي. اش بغيت بشي جواج؟ وليدي ليش انا جات انت هي انت ضروري وانت ما تقوليش ليا باقا كتقراي. باقا كنقرا اختي ما نكذبش عليك داكشي طلع ليا في راسي. داكشي اللي كنديروا اليوم كنعاودو غدا وماني من الاولين ماني من الاخرين. شي انا كون جات عليا تمشي تدبري على راسك فشي خدمه اختي. اصقي في داك الوراق غير غتحفي راسك ونقول لك راه شتي انت والله لا طفرتيها. حرام عليك انا جات اختي ما تعرفي. اختي على قرايتك الزينه اختي انت يا خدي خدي النمره ديالي صوني عليا ما تعرفي نلقى لك شي حاجه هك خدي نمرتك وصوني عليا. عندك الصولد؟ ايوا بعدا راه باقي فيك الامل هك صافي كوني هاني وديري بالك مع التليفون. سيري سيري دي داك البلاطو ديال البيض راه قرب يفقس. سلامه سلامه. هاني حبيبتي ها الكوموند ديالك وزدتك شويه ديال الفقاس مصاوبينه بالكركاع ناقص حلاوه على قد راجلك فيه السكر. لا لا اختي برا ولبس عليه راجلي صحيح بصح ما فيه حتى شي حاجه. على تي راجلك ماشي حميد اللي خدام في البوسطه داك اللي كيلبس القميشه الزرقاء اللي ما كيبدلهاش عيني حجليين وعندو الموسطاش وخاله هنا. هذيك تي شتيها ري حميد اليوم كل ما كانت نطبل صوت البيتين هادشي هو هذا ما عرفت فيه زاد عبد الله مالك انت لا تعطيله. هاي السخرة تعطلتي تعقلي على نجات. شكون نجات؟ نجات اللي كانت كتقرا معايا بوها عنده طاكسي كبيره. اه عندك ديك تقول لا لا نشوفو وكالة كتوبه مالها؟
انا هي اللي نشوبها حتى كي ولات المكياج واللبس كي داير والريحه. ياك ما تزوجت؟ لا مشات لاسبانيا سعداتها ماما دارت لاباس بالصبت انا نكون بحال سدي عليا هاد الموضوع من بعد ونهضروا فيه. مسخوط الوالدين ديال جواد صافي يخلص الموضوع وباقي ما جاش الان وانا عندي لا شغل خصني نقضيه. انا نشد لك المحل. دخلت عليك والله. دخلي هي دابا نيت انتي عينك على الدريات وياك من النقيب تعشروش نتوما باقي وقت العشر. خالتي نادا راه ماما خلاتني في المحل عندها شي سخره مشات تقضيها. شوفي غير نسالي الخدمه من المحل ونتلاقاو فين ما بغيتي صافي. يلا بسلام. علاء ميرسي عجبتني الدار ديالك بزاف مفرشه زوين عجبتني. ميرسي بوكو. فيها واحد الريحه فكرتني بواحد الدار ديال واحد السيده كنت كنعرفها شحال هادي. انت متاكد ولي كنتي كتعرفها شحال هادي؟ الله يرحمها مسكينه. باردون شوي ديزولي. لا ما كاينش مشكل. قولي لي انت عزيزه عليك الصراحه جيني من الاخر قولي لي علاش عرضاني اليوم؟ واخا بغيت نقول لك الصراحه تفضل جلس بعدا شرب قهوتك. واخا انا روح زوينه بصحة وراحة. مرحبا بك. قهوة زوينة بزاف بصحة وراحة. يلا قولي لي بون تريس انا عارفة بلي انت يا انسان مزوج وعندك وليتك وعندك ربايبك كبار عارفة بان لا فامي شي حاجة مهمة في الحياة ديال الانسان وسي دونك ما غاديش نبغي نكون انا هي السبب اللي غيهرس هادشي كله. مي مي انا قررت باش ان اي حاجه كتفرحني في هذه الحياه نخطفها حيت الحياه قصيره ونخطفها بالسهوله بالخاطر. المهم باش ما نقويش عليك اللي بغيت نقول لك ادريس بصح بانك انت وليتي طرف كبير من هذه الفرحه هذه. في شكل هذه الفلسفه ديالك في الحياه مالا؟ لا عجبتني. عجبتك؟ عجبتني بزاف. واش كاين شي طاجين ولا نعيطو الماكله؟ بالحقيقة قدرني شوي تسويت. تفضل تما. كما قلت لك اخالتي نادا اسماء راه وصلت لواحد النيفو ديال البليه خايب بزاف. 5 دقائق ما كتحطش فيها التليفون ما عرفتيهاش كتبقى تشوف شنو كدير فيها اكزاكتومون. غير تخربيق مابونيا العالم كامل وكتفرج 70 فيديو في النهار وتشرب بزاف وخايفه عليها الصراحه. مشكله هادي سي ان غون بروبليم بزاف. فاش كنكون بيتها معاها انا كنعس وكنفيق وهي مازال كتبقى مكونيكتي. ويلي واش اسو بوين كتبقى في التليفون لهالدرجه؟ عقلتي فاش كتصبح مريضه كل نهار؟ على هادشي اللي تدير لي زاناليز ورا ما مريضه ما والو كتبات مكونيكتي والصباح فاش الناس كيمشيو يقراو هي كتصبح فيها النعاس. مشكله هادي. نزيدك فاش دارت كسيده راه كانت ملهيه مع التليفون حتى ضرباتها الطوموبيل. خالتي نادا ما تقولي ليها والو ما بغيتهاش تكعمل لي. راكي عارفه اسماء عزيزه عليا وراه اختي قبل ما تكون بنت خالتي غير حيت خايفه عليها بزاف. لا واش حماقيتي مزيانش اللي قلتي لي هادشي حتى راه مشكل كبير خصو يتلقى بوحدي. واخا يلا سير انا غنشوف شنو عندي. يلا سلام باي باي.
واش هادشي شريتيه مصيب ولا هادشي زوين بزاف؟ نو صوبت كلشي في الدار، علاش قلتي هكا؟ فين تعلمتي هادشي؟ تعلمت شويه ملي كنت عايشه برا. عندي ما يسالك بغاف بصحة وراحة. ما قلتيش ليا دريس فين وصلتي في الخدمة؟ في الحقيقة ملي مرض المهدي صافي وقفت كلشي. علاش ماما وقفتي كلشي؟ الخدمة ما خصها توقف على مرض ولا موت، انت عارف هادشي دريس، لا كلشي غادي يكون بخير. عارف، لكن بوحدي ما قدرتش. الحقيقة خصني لاوين ماشي اي هوين. بغيتي تقول خاصك غير انا صافي. كيفاش ما فهمتش؟ خاصك انا. انا غادي نشرح لك، غادي ديري يدك في يديا وغادي نوضو نخدمو انا وياك، وديك الساعة غادي تشوف الفلوس تبقى طيح لك من كل بلاصة. لا لا، هادشي ديري يطيحو عليا الفلوس من كل بلاصة ما نقدرش عليه. انا واخا تشوفيني فحال هكا ولكن كنخدم قانوني، كنخاف. علاش حنا شغل يخرجنا على القانون؟ حنا دراري صغار، حنا غنبقاو ليغال، حنا غادي نخدمو في العقار. وي الا كان العقار انا معاك. غاديري يدك في يديا. هي دابا، هي دابا. هادي فهمتها وهادي لاش؟ بغيتك تعطيني السيرو ديال البيرو. الو ندى، لقيتيني غادي نعيط عليك، لاباس عليك؟ صافا الحمد لله. فين قبلتي؟ اي مع الخدمة وصافي. قولي نقدر نشوفك عافاك. ندى صوتك ماشي هو هذاك، صافا؟ حتى نشوفك ونقول لك. شوشتيني واش تبغي نشوفو؟ دابا إلا قدرت. واخا عطيني ربع ساعة نكون في الكافي نصيفط لك لوكاليزاسيون. داكوغ يلاه توتالا. السلام عليكم. السلامة. الله يسلمك يا حبيبتي، تقبل الله. امين. كليتي؟ الصراحة ما فيهاش، بغيت ندخل نتجبدوا الناس واحد شوية. انت واش جيتي بلا تليفون؟ كنقولوا السلامة بابا هي الأولى. واخا فين هو تليفوني؟ راه عند المعلم كيتصوب. كيفاش عند المعلم؟ التليفون راه خصو يتصوب، عاد نجيبوه لك. واش أنا مبقى كاسة هكا تيصيبو تليفون على خاطرو؟ عندك شي حل اخرى بنتي؟ ما سوقيش، انا جبت تليفون شريه يشتري من معلم اخر، انا ما سوقيش بلا تليفوني. شنو دابا زعما دابا غتمشي تشوف لي تليفوني؟ انت شتك وليتي داسره قبيله شاده في خالتك وبنتها، ومن بعد خالتك نادا، ودابا باباك. انا ما سوقيش بغيت تليفوني. التليفون غادي تصاوب عاد غنجيبوه لك، وما غنشريوش تليفون جديد. وبيتك يلا خصها هي غادة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله، استغفر الله، لا قوة الا بالله العلي العظيم. مالك الدرس ما كتجاوبش؟ مالك دريس فينك؟ واش فين ما كنحتاجك انا ما كنلقاكش؟ على هاد الولد ماشي ولدك. مين سمع الميساج جاوب. ماما. نعم اودي. محتاجة شي حاجة؟ فين غادي؟ عندي واحد لورجونس. بغيتك زعما نهضرو مع حياة. بغيت تكلفين تيا فيك البركة، انا مزروب دابا. نعطي لخوك الضو ونهضر معاه. ما محتاجة والو. الله يرضي عليك، لا ما بغيت والو. يلا باي باي. يلا حبيبي الله يعاونك.
شكرا بزاف، شكرا على هذه العرادة، هذه زوينة. الله يهدي. الحقيقة دوزنا وقيد زوين، ما سخيتش. شكرا لالا منى. بصحة وراحة، غير ما تغبرش عليا. داكوغ، بيناتنا التليفون. وفكر في داكشي اللي قلت لك. لا صافي فكرت. بسلامة. بسلامة عليك. ميرسي. الو بونجور عايده، صافا؟ اش كتعاودي؟ وي جو بونس ما عرفتينيش. سي منى لامي ديال باباك. اكزاكتومون. عايده محتاجه باش نقول لك شي حاجه ضروري ولا بد. مهدي مهدي حبيب ديالي، نوض ولدي، نوض نوض، بارك عليك من النعاس. واخا الناس نوض حبيبي، نوض نوض، تشرب الدواء ديالك وتاكل شويه. واخا خليني النعاس عفاك. لا مهدي غتنوض، غادي تشرب الدواء وغدوش وتخرج للجرده شويه يضربك البرد. واخا هادشي نوض. عفاك حبيبي عفاك، اشرب غير الدواء. يلا واحد خمسة دقائق عافاك. وما يرضي عليك، هانت شرب غير الدواء ديالك عافاك. هاك حبيبي هاك شرب الدواء ديالك. فين هي حياة؟ في الكوزينة. بغيت حياة اللي تجيب لي الدواء، علاش ماشي هي اللي جابت لي الدواء؟ ها ماماك جابت لك الدواء، هاك حبيبي هاك شرب الدواء. لا ما نشربش الدواء، خرجي خرجي على الناس. هذا ما بغيتش نخلعك، ولكن هادشي ماشي ساهل. دابا بزاف ديال الناس في العالم اي سون فيكتيم دو لوغ سمارت فون، وهاد لو جون ديال لاديكسيون لي تري تري دونجرو، كيعيطوا له لا سيبر اديكسيون. جو نو سافي با كو هادشي غراف ا سو بوين. دابا شنو خصنا نحيدو لها كومبليتمون التليفون؟ على حسب لو ستاد اللي قلتي لي وصلت له البنت، صعيب تحيدو لها التليفون دقه واحده. خاصكم غير تعاملوا معاه بشويه، اي سورتو تبع مع سبيسياليست. خاصها كاريمون تشوف ان سبيسياليست. مي بيان سور، البنت دابا كتعيش لي ميور مومون دو سا في، مي دون ان موند فيرتوال. الى حيدتو لها التليفون على غفله تقدر تدخل في اون ديبرسيون خايبه. جو فوا. اي تو ان ميدسان ريكوماندي؟ جي ان امي كان وقع الخو لا ميم شوز. عطيني شويه الوقت نسول ونرد عليك. داكوغ. وهاد خو يقدر يخرج من الحاله ديالو؟ وي بيان سور، ان شاء الله يكون خير. ان شاء الله خير. اوزمون لقات شي واحد في لا فامي اللي يقدر يفهم هاد الشيء وغادي يعاونها. ميرسي بوكو، صراحة كنت تالفة معاك. كيفاش النوم يا حليل؟ لالا غيزة؟ نبرد لك شي حاجة؟ لا شكرا. أجي بنتي عافاك بغيت نهضر معاك. أها ياك ما كاين شي مشكل؟ لا لا ما كاين حتى مشكل، الله يجينا من المشاكل. جلسي. واخا لالا. قولي لي، أنت مزوجة؟ لا أنا مخطوبة، هذه ثلاث سنين. غير مازال ما كتبش نديرو شي عرس. وعلاش؟ وا قلنا نجمعوا شويه ديال الفلوس ونسرو شي بارطمان في السكن الاجتماعي، ومنها بيني وبينك ما بغيتش نسكن مع الكوزه في الدار. علاش مالها كوزتك؟ قبيحه؟ لا غير هو كيف كيقول لك مدام تيقار تيطول العشره. برافو عليك. وخطيبك فاش خدام؟ خدام كيسربي فواحد القهوه. مزيان؟ ياك ما كاين بس. لا 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 كاين حتى شي مشكل، غير بغيت نقترح عليك واحد الاقتراح. الا زدتك في الصالير في الخلصه ديالك تبغي تقبلي لي المهدي، انا شفتو كيرتاح ليك،
تقابلي غير في الدواء والماكله. مهدي عزيز عليا وتيبقى فيا مسكين، ما عرفتش مناش مخبي له هذا الشيء، ولكن مادام كوني هانيه ربي غادي يشافيه ان شاء الله. امين. هو ما كيبغيش ياخذ الدواء، ولا ما خداش راه ما غاديش يبرى. ونجرب، ما تعرفي انا يبقى ياخذ من عندي. شوفي الا مشيتي حتى نجحتي في هذه المهمه غادي نتهلا فيك مزيان. ولا لي حسبنا لا لا غيصه، انا غادي نوض نجيب لك الدواء وغنوريك كيفاش ووقتاش كياخذو. واخا مادام. Comment ça se fait tu es encore célibataire? Moi, la vérité, la question est très simple, Alec. Tu es médecin, tu as ta spécialité, très stable financièrement. Moi, je me disais même chose. Malgré-tu? Je ne malgré-tu, je l'adore. Non, sérieux. Je n'ai pas aimé avec l'idée de l'amour et de l'amour. Je veux que je me demande une question. Je voulais que je me demande une question. Je suis allé à la nuit, je me suis dit, je suis allé ومنين نشوفها قلبي يبغى يخرج من بلاصتو. هاد لي سونتيمون زوينين. إيبان اش كنتخيلك بحال هكا؟ علاش انت ما عمرك جربتي؟ انا الله ينجيني هادشي سي با في بور مو. بالعكس من الهضره ديالك باينه ديجا جربتي مرة وحدة. كنت مازال صغير، جافي 18 طون، كنت كنبغي بنت العساس ديالنا. مي سيتي ان امور اونتر كورون، انا كنت لاباس عليا وهي ما فحالهاش. انا قاري هي ما قاريهش كاع، ما كنت كنبغيها. شي ديال صندريا ايوا. اش كانت سميتها هاد البنيته؟ كانت سميتها حنان. مجنون حنان. داكشي كان شحال هذا، دابا يعلم الله فين راها وشحال عندها من ولد. او اعلم. مهدي نوض، نوض ساكل. اه عرفت نفلك مهدي زاد الدم.